النهارده كان في 3 لقاءات لعبوا في الدوري المصري قدام سيادتك على شاشه. سموحه وائل الداخليه، سموحه فاز 4-3، انبي فاز على المقاولون العرب بهدفين لهدف، اما الزمالك فاستفاق اخيرا وفاز على البنك الاهلي بهدف دون مقابل. من النتائج الى الاهداف، والبدايه مع سموحه والهدف اللي سجله حسام حسن في الدقيقه 2 فتح كلام. بسم الله الرحمن الرحيم، هدف اول لسموحه. يجي بعديها بواتنج برضو في الدقيقة 21 ويصبح سموحة متقدما بالهدف الثاني اهو قدام سيادتك. الراجل بيكمل عليها ويتلائم عليها تاني وعلى حدود المنطقة وجون، ويبقى الهدف الثاني. يجي ألان كامبادي في الدقيقة 24 ويتمكن من تسجيل هدف للداخلية من الناحية هي الشمال. الراجل بيحاول وبيعدي وبيلف واخد كل الناس معاه وبرضه هيلف تاني، بيلعب بلاي ستيشن لوحده، ماسك الدراع لوحده، وبعدين تخرج وترد وبعدين تخش يوب جون. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 2-1، لكن المباراة ما بتقفش لحد كده. يجي برضه بواتنج تاني لسموحة وفي الدقيقة 33 الكعب حلو والاسيست حلو والفولو حلو، ولا مش حلو لكن جون اهي، وبقت النتيجة تقدم سموحة ب3 أهداف لهدف. ثم سمير صديق أجول أهو برضو الكور معفرطة، مفيش حاجة داخلة خلصانة يا باشا، كله داخل معفرط في الدقيقة 43. وبعدين بقى هوبا مطرة بقى، يعني النتيجة كده 4-1، فيجي سمير فكري تبقى 4-2 الدقيقة 71. وبعدين برضو يجي عبد العزيز السيد في الدقيقة 87 وسجل برضو كمان جول، فتبقى النتيجة 4-3. ماشي، مش عايزين تجيبوا الجول اللي بعدها؟ يلا مش مشكلة، مش مشكلة، يلا على بركة الله. مش ناقص جول ولا أنا بيتهيألي؟ لا ثانية واحدة بس، ثانية واحدة يا عم وليد. لا ارجع لي بقى يا باشا، لا ارجع يا باشا، ارجع يا باشا، ارجع يا باشا، أنت بتخمني. جماعة أنتوا شفتوا كام جول للداخلية؟ أنا شفت ألان كامبادي الجول اللي في الدقيقة 24، وشفت سمير فكري في اللي هي ضربة الجزاء. في جول تاني فين بقى هو؟ انت قلت لي كل الاجوان اتعرض، هاتوها لي تاني. يلا باشا. يلا هوبا. ايوه ايوه احبك كده يا استاذ وليد، ده الجون الناقص. تمام. باشا ابراهيم فايق، مصحصحين يا باشا. فايق يا باشا. تمشي كده على بركه الله. ده عبد العزيز سيد. اصل عبد العزيز ده ابن منطقتي، ابن منطقه الكوم الاخضر. ففكره ان انا ما اعرفش شكله، انا عارف شكله. ده حبيبي ويعني والقصه يعني ايه، فما عارف شكله مركز معاكم. يلا يا بيه نخش على اللي بعده. انبي والمقاولين العرب، احمد خليل في الدقيقه 12 بيسجل لصالح انبي، وبعدين يجي المقاولين العرب ويسجل هدف التعادل من راسيه حلوه برضو لجون اوكولي او اوكلي في الدقيقه 20. باقي رفيق كابو يرد في الدقيقة 40 بهدف المكسب اللي بيحسم القصة. رفيق كابو من اللعيبة المميزة جدا اللي فرضت نفسها في الدوري المصري طبعا، وبيشتغل على الفولو في الكرة اللي قدام حضرتك. الماتش الأخير هو ماتش الزمالك طبعا والبنك الأهلي، واللي فيه الزمالك فاز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل سجله الونش قدام سيادتك على الشاشة. رأسية حلوة جدا جدا تفكرك بالوينش بتاع المواسم اللي فاتت قبل الإصابة. طيب